السلام عليكم صباح الخير طاب دمع وفاك ديري لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير بصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم غوب اللي بزاف منكم طلبوها مني. انا غادي يحتاجوا 4 متر ديال الثوب، غادي نحيد متر اللي غادي نفصل منه الكمام والقطعه الفوقانيه، غتبقى لينا 3 متر غادي نفصلوا منها التنوره. وبالنسبه للثوب انا عندي ثوب ديال الكريب وممكن تستعملوا اي ثوب بغيتوا. هنايا غادي نعبر هكا متر وغادي نحيدو. صافي غادي نحيد هذا المتر، هذا غادي نفصل منه الكمام والقطعه الفوقانيه، غتبقى ليها 3 متر. غادي نتني هكا التوب على الطول وغادي نتنيه بهذه الطريقه هذه. بحال هكا غادي نتنيه هاد التنوره هذه، غادي تجينا هكا فيها فتحه واحده هي اللي غادي تجينا هكا في القطعه ديال الخرف. بحال هكا غادي نتنيوه، غادي نكدسو مزيان وغادي نرجع معاكم. بحال هكا تنيتو وهاد الجهه هادي كتجينا غير فيها فتحه واحده بحال هكا، كيجي الشكل ديالو متني بحال هكا كيجي. وغادي ندوزو نحطو القياسات. هنا في الحزام عندي 23 سنتيم، وانا في هاد القطعه هادي غادي ندير فيها 40 سنتيم حيت غادي ندير فيها البليات، وغادي نتراسيها بحال هكا 40 سنتيم. وهاد الخط هذا كتتراسيوه هكا دائري شويه بحال هكا مائل. وفي الطول هاد النوره هادي درت فيها متر، ثم ممكن تزيدو هكا في الطول، انا حيت مولاتها قصيره شويه غيجيها القياس هو هذا. هنايا غادي نجي للدوره ديال الحزام، غادي نقسمها هكا في النص، مع هاد النقطه هذه غادي نحط الطول ديال التنوره، وغادي ديرو هكا الدوره ديال الفستان هكا من الاسفل. غادي تراسيو هكا الطول اللي غديرو في التنوره بحال هكا في الدوره ديال الفستان كامله. صافي من بعد ما تراسيتها بحال هكا كتجينا من الاسفل متراسيه بحال هكا دائريه. صافي غادي نفصل. بحال هكا كيجي الشكل ديالها، وكتجينا واحد الفتحه غير من واحد الجهه بحال هكا غير جهه واحده. وغادي ندوزو نفصلو الكمام والقطعه الفوقانيه. غادي ناخذ هذا المتر ديال الثوب غادي نتناه على 4. في العنق غادي ندخلو 8 سنتيم، وفي الكتف عندي 22 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه 23 سنتيم. بالنسبه للبنات هاد القياس هادي ديال العين غادي ننزلو في الكتف 3 سنتيم، وفي الطول ديال التركيز درت 24 سنتيم، وفي الصدر عندي 25 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه 26 سنتيم. وغادي نتراسي الدوره ديال التركيز. غادي نزيد بالطول ديال الحزام 40 سنتيم، غادي تزيدو سنتيم ديال الخياطه، وفي العرض ديال الحزام عندي 23 سنتيم مع سنتيم ديال الخياطه 24 سنتيم. وفي الجوانب هكا كطلعوا بواحد 2 سنتيم باش ما كيجيكمش هكا الجناب نازلي. غادي نحيدو القطعة ديال الأمام على القطعة ديال الخلف، غادي نديرو التعديلات في القطعة ديال الأمام. هنايا غادي نحيد هاد الزيادة هادي اللي عندي في الدورة ديال التركيز، غادي نخلي هكا غير واحد نص سنتيم ديال السورجي.
وغادي ننزل في العنق 13 سنتيم. ما غاديش ندير هكا شي فتحه في القطعه ديال الخلف. وغادي ناخد هذه القطعه هذه وغادي نفصل منها الكمام. وغادي نحط نفس القياس اللي عندي في الدوره ديال التركيز وغادي ننزل 13 سنتيم. هذه المسافه هذه غادي نقسمها على 2 وغادي نقسمها على 4 وغادي نتراسيو الدوره ديال التركيز. ولا كتاخذوا هكا غير القطعه ديال الامام كتراسيو بها الدوره ديال التركيز. في الطول ديالكم عندي 53 سنتيم وغادي نزيد 2 سنتيم ديال الخيط المطاطي. غادي نستعمل غير داك الخيط المطاطي الرقيق. وهنا في العرض ديالكم غادي ندير 15 سنتيم. وغادي ندوزو للخياطه. هنايا غادي ناخد القطعه ديال الامام مع القطعه ديال الخلف وغادي نخيط الكتفين. وغادي نخيطو لكم. غادي ناخد النص ديالكم وغادي نديرو مع الخياطه ديال الكاتب. وغادي نجمعوا البياسه. صافي من بعد ما جمعت البياسه غادي ندوزو نديرو البليات للتنوره. هنايا غادي نجي للحزام غادي نتني هكا على 2 غادي نحدد النص ديال الدوره ديال الحزام بحال هكا. صافي غادي ندير البليات. هنايا كتنيو هكا 1 سنتيم ونص هكا كديرو في الدوره ديال الحزام كديرو هكا ديك 40 سنتيم كديرو هكا البليات عرض شي شويه. ولا ممكن ديرهم هكا غير صغار. انا غادي نديرهم هكا كبار باش يجوني البليات عرض هكا في الحزام. وهنايا البياسه في الحزام ما درت لهاش السورجي حتى انا نخيطها مع القطعه الفوقانيه. عاد نديرها السورجي باش يجيني البياسه فينيه. فاش غادي نوصلوا لهنا النص ديال الدوره ديال الحزام في الجهه الثانيه غادي نقلبوا في لهاد الجهه هذه بحال هكا. بحال هكا كيجيو الشكل ديالهم ديال البليات. صافي غادي نجمعو التنوره.
وغادي ناخد هاد القطعة الفوقانية وغادي نخشيها هكا في الوسط بحال هكا. هنا غادي نحدد النص ديال الحزام وغادي نخشي هاد القطعة هادي في التنورة بحال هكا. وهاد هاد الخياطة اللي عندنا في التنورة غادي نديروها مع القطعة ديال الخلف في النص ديال الدورة ديال الحزام وغادي ندوزو نخيطوها بوعد سنتي. صافي من بعد ما سيت بالخياطه بحال هكا دوزت لاسترجي في الدوره ديال الحزام وغادي ناخذ هذا اللاستيك هذا وغادي نخيطو بحال هكا. هنايا ما غاديش ندير هكا لاستيك مزير بزاف غادي نخيطو هكا مرخوف شي شويه غير باش يجمع ليا هكا واحد شويه الثوب هكا في الدوره ديال الحزام. بحال هكا كيجي في الدوره ديال الحزام مرخوف. هنا غادي نديروا العطفه للدوره ديالكم غادي نتني هكا واحد نص سنتيم وغادي نتني سنتيم ونص. صافي من بعد ما خيطتها غادي نخليو هكا واحد الفتحه اللي غادي ندوزو منها لاستيك. غادي ناخذ هذا اللاستيك هذا رقيق وديروه هكا اللاستيك اللي غيجيكم هكا مناسب في الدوره ديالكم بعد ما دوزتو هكا في الدوره ديالكم غادي نشدو بحال هكا مزيان بحال هكا كتزيرو وغادي نخيط هاد الفتحة هادي اللي خلينا. بحال هكا كيجي الشكل ديالو من بعد ما خيطنا. هنايا غادي ندوزو فينو الدورة ديال العنق. هنا غادي ناخد واحد الشريط كديرو هكا القياس اللي غيجيكم في الدورة ديال العنق وفي العرض ديالو 3 سنتيم. غادي ناخد هاد الشريط غادي ندير الخياطة ديال الشريط مع الخياطة ديال الكتف وغادي نخيطو هكا بعد واحد نص سنتيم.
وغادي نتني هكا هاد الشريط للداخل بحال هكا، وغادي نعاود عليه بالخياطة على الحرف ديالته. بحال هكا كيجي اللون وجه، كتجينا هكا غير خياطه. وغادي نديرو العطفه من الاسفل، هنا غادي ندير هكا واحد العطفه رقيقه بحال هكا، غير كانتني غير واحد نص سنتيم، ومن نص سنتيم المره الثانيه، وغادي ندير العطفه صافي. غادي نساليها وندوزو نشوفو الشكل النهائي. وبالنسبه للحزام درت في الطول ديالو 2 متر و20 سنتيم، وفي العرض درت فيه 19 سنتيم، هكا درتو شويه عريض. وكان هذا هو الشكل النهائي. بحال هكا كيجي الفستان، كيجي الشكل ديالو رائع بحال هكا، كيجيو فيه هاد الفرفارات وهاد البليات كيجيو في الحزام بحال هكا. وكما كتشوفوا انا هنايا جاني شويه قصير حيت ماشي الطول ديالي، بحال هكا كتجي في اللبسه كيجي الشكل ديالها رائع. وكان بنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع اصدقاء ديالكم، تخليوا لي جيم تعليق ديالكم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.